الحق يا مروان، اصحابك مش بيعرفوا يختاروا زيك في برايمري 2، مش بيعرفوا يحلوا الهاز والهاف بسهوله. هنساعدهم ولا نسيبهم كده؟ هنساعدهم والله. حساك عايز تسيبهم كده. طب يلا بينا نقول لهم مين بيحب الهي والشي والات والمفرد. دول بيحبوا حرف ايه؟ الاس. عشان كده هياخدوا، لو لقيت هي او شي او ات او مفرد هتروح تختار هاز ولا هاف؟ هاز. عشان فيها حرف اس. يعني انا قلت لك هي، هي هاز ولا هي هاف؟ هي هاز. تمام. طب قلت لك شي، شي هاز ولا شي هاف؟ شي هاز. برافو عليك. لكن الاي ما بتحبش حرف الاس، يبقى تاخد هاز ولا هاف؟ هاز. برافو عليك. والوي واليو والزي واسم الجمع زيها. يلا بينا، يلا بينا. طب يلا الاسم المفرد بقى، يعني زي سمر لوحدها، مروان لوحده، علي احمد قاعد لوحده، عاوز اس السليم. برافو عليك. يعني لو جالهم اسامي هتبقى صعبه ولا برضو سهله؟ يعني لو قلنا علي، علي قاعد لوحده زهقان عاوز اس السليم، يبقى ياخد علي هاز ولا هاف؟ هاز. برافو عليك، عشان فيها اس. لكن لو قلت علي اند احمد، علي واحمد مع بعض زهقانين؟ نو نو. يبقى عاوزين اس تسليهم ولا مش عايزين؟ نو لا مش عايزين. برافو عليك. يعني انا قلت علي اند احمد هاز ولا هاف؟ هاف. برافو عليك. ومن هنا الاسم المفرد بياخد هاز عشان عاوز اس تسليه. لكن الجمع الواحد، الجمع اللي الجمع مش عاوز اس تسليه على شايف مع بعض. قولهم يلا. القواعد كامله فين؟ في كتب كريزي انجلش، وكمان الشرح بتاعه على قناه كريزي انجلش. قولهم ثانك يو. ثانك يو. جود باي.